المحترفين الإنجليزية. التاريخ ميال لفريق تشيلسي. هنا محاولة كرة أولى وهدف أول. كاي هافيرتس. مشاكل دفاعية لفريق سبيرز في الدقائق الأولى. تشيلسي يحاول الآن عن طريق الكرات الثابتة ترسل عرضية لمنطقة الجزاء. متابعة والثاني. تانغانغا وضعها بالخطأ في مرمى. لتزهر الأسود مرة أخرى. لتزهر الأسود في وجه كونتي. ماركوس ألونسو الإسباني حولها إلى حكيم. نزلها حكيم. سيطر عليها حكيم. يحاول فيها زياش أمام المنطقة. كرة منطقة. كرة عرضية. لوكاكو براس. لوكاكو. طويلة رائعة. طويلة مذهلة. تيمو. غير معقول.